سينما على في صعيد العيد الحقيقة يعني نوجه تحية كبيرة إلى الطبيب الجراح الكبير اللي هو في ماكسيلوفاسيال دكتور حبيب صدوق اللي دخلني إلى البلوك وشال لي ما هو المادة اللي كانت موجودة. فكنت في البلوك وفي ما حبيتش نقولها، ولكن قلت علاش تخبيها في الله، الشيء لازم يكون كل جمهورك يعرف هذا الشيء. هذه في أول أيام عيد الأضحى؟ اي نعم، انا كنت يعني اول ايام عيد الاضحى كنت في ثاني يوم من العمليه. سلامة سيدة الله فلا. يسلمك العمليه لجمهور كنزي الغالي لمرايتي كذلك. لانه نقول باش ان شاء الله كي تشوفوا النتيجه نولي نكون للشعب الجزائري وللكل، هو يعني انه ما لازمش نروحوا للخارج، يعني عندنا اهم دكتور واهم كفاءات. طبيب نعم جراح. لو تشوف شوف ان شاء الله حنوريكم النتيجه، راح نوريكم النتيجه وتشوفوا يعني الماجيسيان دو الجمال راهو موجود في الجزائر. بشفى عليك سيدة فلا. سيدة فلا، كنت تحدثتي على اللباس التقليدي الجزائري اللي أكيد